انطلقت فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات فود أفريكا. يأتي ذلك بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشتر دولي، حيث يشهد المعرض لأول مرة تنظيم مسابقة في مجال الابتكار الصناعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن صناعة البترول والغاز جزء رئيسي من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخي، وخلال كلمته في افتتاح أعمال مؤتمر الطاقة العربي 12 بالعاصمة القطرية الدوحة، أشار الملا إلى الدور الهام الذي قام به قطاع البترول المصري في وضع صناعة البترول والغاز لأول مرة على مائدة الحوار في مؤتمرات المناخ خلال قمة المناخ السابقة التي استضافتها مصر في شرم الشيخ العام الماضي. وقعت مصر والمغرب مذكرة تفاهم في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين البلدين فيما يخص إدارة المياه وإرساء علاقات تعاون قائمة على أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة، فضلا عن تشكيل لجنة فنية دائمة من الطرفين لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون ووضع برنامج تنفيذي وتقييم الإنجازات الناتجة عن التعاون. أغلقت معظم أسواق الأسهم في دول الخليج على انخفاض مع توقف صعود الأسهم العالمية بسبب شكوك بخصوص التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل قراءة البيانات الرئيسية لمعدل التضخم وقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي. وانخفض مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.4%، كما واصل سوق الأسهم في دبي تراجعه مقتربا من الحد الأدنى لنطاق تداوله الشهر الماضي. وانخفض كذلك المؤشر القطري 0.4% متراجعا للجلسة السابعة على التوالي، لكن المؤشر السعودي الرئيسي ارتفع 0.8%.